إذا أنا متعرضة أصلاً لصدمة أو لكارثة، فأنا بتكون ردات فعلي قد تكون يحكم علي المحيط إنه لا ما بدك لهالقد. طب بس أنا حقيقةً عم حس إنه بدك لهالقد، يا ريت ساعدوني أقدر أفهم مع حالي وأقدر أتعامل مع الشيء اللي عم حسه. فبظن إنه كثير مهم إنه نحن ما نحكم على هدول الأشخاص، مو كل العالم بترد ردات فعلنا، ومو كل العالم قد نكون نحن اوقات بحاجه مساعده، ولكن نحن خلينا نقول عنا ما لنا عارفين كيف نطلبها. أي واحد او عنا دوائر تاثير داعمه موجوده غيرنا بيفتقد، فنحن قدرانين يكون عنا مرونه لنرجع نوقف عن جديد اسرع من غيرنا، ولكن غيرنا قد يكون فاقد لهذه دوائر التاثير. كثير حلو في انه اذا ما قدرنا نساعد على الاله ما ناذي بالحكم او بالتنمر او بتقليل من قيمه اللي عم يحسوه. كثير حلو نحن نقدر نشجعه. بالغالب كمان ما نربطه لموضوع كيف بده يعبر للناس اللي بده تقدم المساعده، قد يكون هو بيرتاح مع صديق، مع حدا من افراد عائلته، ومن حقيقه مصادر الامان تبعوته. فنحن بدنا نشجع العالم بشكل عام تقدر تحكي عن شو مر معه في حال هي جاهزه للاقربون، في حال هي حاسه انه لا انا والله ما بيزيد كثير بضل يخوف اهلي اكثر، بفضل اني احكي مع هذا الشخص اللي هو قد يكون متطوع او حدا عم يقدم او مختص او مختص. فممكن يكون في ناس بتحب انه احكي مع حدا ما بيعرفني، ما حيحكم علي، فيني ارجيه مثلا شو عم حس هلا، لانه يمكن بيتي انا لازم اكون قويه قدامهم لحتى اقويهم. في ناس هيك بتحس. فبالنهايه كثير مهم انه نحن دائما نشجع العالم انه تروي ما حدث. هون بدي نوه انه كثير كان كبران قلب جميع السوريين بظن الاستجابه اللي صارت من جميع السوريين. صح. يعني هي رده الفعل اللي كانت موجوده كثير كانت صدقيني رائعه وكثير بتطبطب على المتضررين اللي بالمناطق المنكوبه. هون بس بدي خليني اقول نستعرض سوا ونفكر سوا شو دور هذا العامل الانساني اللي قد يكون مدرب قد يكون طلع فزعه عرب هيك لمجرد العاطفه والاندفاع وحس انه في واجب. فهون دوره بينحسب بانه انا حقيقه هدول المتضررين احطهم بمكان امن، يكون عندي اجوبه صحيحه ودقيقه لكل الخدمات واسئلتهم. اكيد الاجوبه اللي انا متاكد منها اللي هي العلاقه، وين قدرنا نقعد هون، في عندنا اكل حيوصلنا او لا، مو الاجوبه تبع حتعمروا لنا بيتنا او لا. يعني جاب اجوبه نحن قدرانين. لهون كمان ممكن نسال عن مواضيع العلاقه رح تتكرر الزلزال او لا. فينا نبسط الموضوع ببساطه انه نشرح كيف بتصير الزلزال، لانه في عالم حتى لو بالغين ما عندهم فكره علميه عن الموضوع. وإذا فيني يعني خليني أمثل لهم إياها مثل كتب حطها فوق بعضها، أحاول قد ما فيني أنا ساعده لأعطيه المعلومة اللي هو بحاجته، أعطيه أجوبة لأنه بالمجمل العالم بيكون تنقصه الأجوبة. وإذا أنت جاوبتيها، ولكن أكيد ما بنخترع أجوبة، جاوب أجوبة نحن متأكدين منها، فهي كثير بترتاح من هدئهم. وبالإضافة لدور أي عامل إنساني هو الربط والتشبيك مع كل الخدمات. يعني يمكن أنا لاقي متضرر ما عنده مشاكل العلاقة بالدعم النفسي الاجتماعي، بس هو بحاجه وصول مثلا لشيء خدمه طبيه، فانا لازم اكون بعرف انه هي الجمعيه هي المنظمه وكيف وصلها هذا الفريق بيقدم هيك شيء.